رح نتحدث ايضا عن المشاعر السلبيه وتاثيرها على حياتنا وطرق التخلص منها. فكل يوم نحن بنمر بتجارب ولحظات بتاثر على مزاجنا ونهارنا، لانه ضغوطات الحياه وهمومها كثيره، فمن الطبيعي تراودنا المشاعر والافكار السلبيه، لكن الاغلبيه مستسلمين لتدفق الافكار السلبيه والضغوطات اللي ممكن تهاجمنا كل يوم، ومتجاهلين ضروره اجراء حوار صحي مع ذواتنا، وهالشيء جدا مهم لانه الطاقه السلبيه بتاثر بشكل كبير على تصرفاتنا وبالتالي بتمنعنا من تحقيق الاهداف اللي احنا بدنا اياها. لهيك رح تكون معنا اليوم معالجه هدى المعموري اللي هي معالجه بالطاقه ومدربه الوعي لحتى نستفيد من خبراتها اكثر. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. صباح الورد. اهلا وسهلا بيك هدى، نورتينا من جديد. النور نوركم. هدى اليوم حابين نحكي اكثر عن اول شيء خلينا نشرح للمشاهدين شنو هي المشاعر السلبيه. طيب. وشنو تاثيرها على واقعنا. اوكي، المشاعر السلبيه هي عباره عن طاقه. اوكي، هاي الطاقه هي تتكون بسبب افكار معتقدات تشكل مشاعرنا وتكون بالتالي السلوك، وهذه المشاعر هي تعتبر من الـ تبث موجات او ترددات او ذبذبات للكون او الاشخاص اللي داير مدايرنا. فتعامل الاشخاص ويانا على اساس احنا طاقتنا شنو نبث من الداخل، الناس تتعامل ويانا على هالاساس. اهدافنا، كل شيء بالحياه او 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 خط حياتنا اللي احنا نسير به هو اصلا انعكاس لما هو موجود بالداخل من افكار معتقدات او حتى مشاعر. نعم جميل. طب شو الاسباب اللي بتخلينا دائما نجذب اشخاص او ظروف معينه سلبيه؟ امبارح كنت عم بحكي مع شخص شوي عنده معرفه بهذا الموضوع، بحكي انه في ناس مرات بيكونوا عاملين بلوك على شيء معين ايجابي بحياتهم. أوكي. يعني بدون ارادتهم، من دون معرفتهم، بتكون عامل بلوك على شيء انه ناس ايجابيين يدخلوا بحياتك او على الايجابيه بشكل عام. فشو الاسباب اللي تخلينا نجذب العكس، الاشياء السلبيه والاشخاص السلبيه؟ طيب، بتكون عندهم صدمات من الناس، تعرضوا خذلان، تعرضوا للخيانه، تعرضوا يعني whatever شنو هو الموقف اللي تعرضوا له، فتكونت عندهم وجهات نظر وافكار سلبيه باتجاه كل الاشخاص. والمشكله اللي تصير انه يعممون على الكل. يعني خلص أنا صار عندي موقف ويا شخص واحد، ما المفروض انه اعمم على الكل انه الناس مو زينين او الناس كذا او الناس كذا، عفوا، او انطي احكام سلبيه باتجاههم. فبالتالي راح يولد مشاعر غضب باتجاههم، فهيك راح يوقفون الاستقبال، راح يوقفون استقبال الخير من الناس، الكلام الحلو، التقدير من الناس، لان قلت لك الناس تتعامل ويانا على اساس احنا طاقتنا وجهات نظرنا باتجاههم. نعم. طيب هدى، مرات هواي ناس ياخذون قرار انه انا أرد اخلص من هذه الحاله، او انه انا أريد ابدي من جديد، أريد يكون عندي حياه جديده. أي. ولكن تبقى تلاحقهم الافكار السلبيه، تبقى تلاحقهم طاقة الأفكار السلبية اللي ممكن تتراود على ذهنهم أو من خلال الناس اللي حواليهم، فشلون يقدرون يتخلصون منها؟ طيب، إحنا إذا نظل وكل شخص يقول فلان وكذا والناس السبب والبلد السبب والهاي، خلاص ما راح يقدر يسوي شيء نفسه. فهي الفكرة ممكن يعني أبسط الطرق إنه يقعد ويا نفسه ويجيب ورقة وقلم ويلاحظ ويكتب شنو الأفكار. مثلا عنده مشكلة بالعلاقات، شنو المشكلة اللي هو دائما يواجهها، شنو المشاعر اللي تخرج او تطلع مثلا لما اتصرف ويا هذا الانسان، او مثلا هذا الانسان يتصرف وياي بطريقه معينه. شنو فكرتي عن العالم، شنو فكرتي عن نفسي؟ هم اكيد، لان هذول الاشخاص هم عباره عن رسل، حتى يعني شلون كانه مرات يدوسون على الجرح. فالتصرف وياي شخص بطريقه معينه، انا تنرفزت. طيب ليش تنرفزت؟ مثلا هل اخذت الموضوع شخصي وتخيلت انه هو يقصد انه انا انسانه مثلا فاشله؟ اوكي، فهاي تكون معناتها وجهه نظري عن نفسي. فاقعد اكتب شنو افكاري ومعتقداتي باتجاهي واتجاه الناس. هسه لما راح نكتب احنا بالفعل بدنا نطلع ونفرغ المعتقدات من عقلنا الباطن الى الورقه. اوكي، اللي يصير من ابسط التقنيات اللي نستخدمها هي الحرق. اوكي، بدنا ننطي عقلنا الباطن ايعاز انه احنا بدنا نتخلص من هاي الفكره. تمام، فنحرقها. هذا الشيء والتمرين اذا الانسان استمر عليه فعليا وقدر يغير وعيه وفكرته، مثلا يبني معتقدات جديده، فعليا داخله راح يتغير، نفسيته راح تتغير، وراح يشوف كلش تاثير قوي حتى بالتعامل الاشخاص اللي داير مدايره. نعم جميل. طيب عادة بس شخص مثلا خلينا نحكي يتأثر من موقف معين، وزي ما أنت حضرتك ذكرتي إنه ببلش يعمم، بصير يحس إنه كل الناس بتصرفوا معاه بنفس الطريقة أو كل الناس سلبيين، هل هدول الأشخاص حساسين؟ لأنه يعني هو الشخص اللي بتأثر كتير بالمشاعر هو شخص حساس، فهل الأشخاص الحساسين هم اللي بيجذبوا الطاقة السلبية أكثر خلينا نحكي عن غيرهم؟ ما هو شنو السبب اللي خلاهم يصيرون حساسين؟ أكو فد أسباب، أكو جذور، أكو مشكلة يعني إلها جذور فكونت هيك شخصية. بالأصل
الإنسان بفطرته الطبيعية إنسان يكون كلش قوي يتحمل. شايف الطفل، الطفل يكون بالفطرة الطبيعية ما يهتم، يعني بالبداية خصوصا مثلا تحكين كذا ويا، بعدين تقوم تتشكل عند الأفكار والمعتقدات والقناعات. بس السبب إنه حساسيتهم تعرضوا المواقف وصدمات من قبل الأشخاص، فقاموا يتحسسون يخافون، هاي المشاعر اللي تتكون عندهم. طيب هذا اليوم أكو يمكن سؤال مهم جدا، هواي أشخاص إذا يسمعونا ممكن يتخذون قرار التغيير، وأنا بالذات دائما أركز على الناس اللي فعلا يحبون يبدون بالتغيير. حلو. اليوم إحنا شلون نقدر إنه نغير طاقتنا الداخلية بنفس الوقت نجذب الأشياء الإيجابية لحياتنا؟ طيب. نجذب الناس الإيجابيين، نجذب الأشياء اللي إحنا نريدها. بس أكو في النقطة لازم ينتبهوا لها الناس، الصبر. يعني الناس تريد رأسا كن فيكون، لا، أنت دا تشتغل على نفسك، على شخصيتك، بناء داخلي، فالبناء يحتاج لوقت، أوكي، حتى تحصل على نتيجة. فأول شيء تحط نية، إذا ما حطيت نية وما حددت نية وأنت شو تريد بحياتك، فخلص يعني راح نكون ضمن وتحت نوايا الآخرين. الناس هم اللي راح يأثرون علينا وراح يقدرون يغيرون بطاقتهم، فبس تحددين نية، أنا كذا أريد أصير أو أنوي أنه أكون إنسانة سعيدة. خلص يعني أولاً أنتي حددتي وأخذتي قرار، فهمتي، نحكي الكون، فهمتي الكون بما بي أنه أنتي إنسانة عارفة شو تريدين. على هالأساس وهاي الطاقة اللي راح تبدي تتحرك داخلياً، راح تبدي تتهيئ الفرص أنه تخليك إنسانة سعيدة. مثلاً، وطبعاً كل شخص له تجربته تختلف عن الثاني. مثلا انا كهدى اكون انسانه سعيده اذا توفر لي مجال معين، كاني مختصه معالجه نفسيه مثلا، ادخل هذا الكورس، هذا الشيء راح يسعدني. مثلا وهج، لا، انه مجال او الامور اللي تسعدها تختلف، فهي فعليا تبدي الفرص تظهر. هسه هنا المفروض والمطلوب من عندنا ننتبه على المشاعر اللي تتكون عندنا خلال هاي الرحلة. شنو راح تطلع عندنا مشاعر؟ ممكن يأس، ممكن أحباط، طبعا بسبب الظروف والمواقف اللي احنا تعرضنا لها سابقا، فممكن ناس صار عندهم يأس يقول لك أنا كل مرة أحاول وخلاص ما دا يصير شيء. ممكن خوف، ممكن شك، ممكن عدم يقين، كل هاي المشاعر لازم ننتبه لها، لأن هي تعتبر عبارة عن بلوك ومعيق حتى أو ما تسمح أنه أنا أكون مثلاً إنسانة سعيدة. طريق أنا ماشية به، هذا الطريق مرات أقول شلون مثلاً مطبات طريق ماشية به أنه أكو شجرة توقع، ممكن أتأخر بس أنا بالنهاية عارفة الوجهة وين، فإذا مشلت هذه المعيقات أنا ما راح أقدر أوصل. فلازم أتحرر، أتحرر من هاي المشاعر، يكون عندي ثقة أكثر، إيمان بالله أكثر، أتخلى عن الشكوك، أعرف أنه عندي قوة داخلية، يعني ماكو شيء مستحيل، احنا نقولها كل شيء سهل وممكن هاي ان شاء الله. فسبحان الله كل ما كانت طاقة الانسان اقوى وتخلى عن المشاعر السلبية راح يجذب الفرص اللي تساعده انه يكون انسان سعيد. طبعا همينة لازم ياخذ بالاسباب، ما يظل بس قاعد وكل شيء مزعج. اكيد طبعا، اكيد، يعني لازم دائما نتذكر انه كنا في شغلات سلبيه ممكن تكون بحياتنا، أكيد. كنا في ظروف صعبه ممكن توقفنا بالطريق، وبالنهاية باعي هي كلها دروس، هي كلها دروس حتى تعلم الانسان، حتى تقويه، حتى تمكنه انه يكون قادر يمشي بهاي الحياه وتمشي. صح، مزبوط. وزي ما حضرتك حكيتي انه في ناس بيكونوا جدا مستعجلين، يعني بفيق من النوم اليوم بحكي اليوم بدي اكون ايجابيه، على اول موقف ممكن انكبت القهوه او صار اي موقف صغير برجع بحكي انه انا مش ضابطه معي اكون شخص ايجابي والايجابيه مش جايه. لا يعني هاي اهم شغله، انه الناس ما يكونوا واعين لها، يريدون راسا النتيجه بسرعه. مستحيل فعلا، ممكن تجيش راسا النتيجه، ممكن لا، والله يحتاج الشغل هوايه. طب كيف ممكن نقوي هذا الجانب الايجابي؟ يعني كيف ممكن انا يكون عندي طاقه جذب ايجابيه كبيره، وكيف اشتغل على حالي خطوه بخطوه؟ طيب، هو بيجي بيوم ليله. هو انا هسه قلت لك اياها بالتفصيل، اولا احدد النية، انا شنو اريد من الحياه، شنو اهدافي، شنو المشاعر ممكن اللي اريد اوصلها. من ضمن الطرق والتقنيات الحلوه اللي احنا نستخدمها بعلم الطاقه اللي هي طريقه السؤال. مثلا أعطيكم مثال الدارج، لأنه كلهم يجون على هاي إنه شلون أجذب شريك الحياة مثلاً. فأي مثلاً بدل ما تقول إنه أنا ليش هيك حظي، ليش ما حد يجي، ليش كذا كذا كذا، وتركز على السلبي، هي الفكرة ما يصير تركزين على السلبي، تركزين لازم على الإيجابي. فإنه تسأل، تطلق سؤال، كيف من الممكن أو شنو الوعي والطاقة اللي أكون عليه حتى أجذب الشريك المتوافق ومتناغم وياي، ودائما ندمج السهولة واليسر أو أفضل احتمال، لأنه الحياة خيارات، فخلينا نختار السهولة واليسر بحياتنا، راح تجي الأمور بسهولة ويسر. هاي أول شغلة، كأنه حددنا النية.
الشغلة الثانية اللي هي قلنا انه نتخلى عن اي شعور سلبي، عن اي مخاوف، لان هاي كلها معيقات وما تخلينا نجذب الشيء اللي نريده. الشغلة الثالثة اللي هو السعي، يعني نية، سعي نفسي واللي يسموها السعي الجسدي، اللي هو السعي الجسدي اذا احنا حددنا النية واشتغلنا على المشاعر فالسعي الجسدي راح يكون في شيء جدا بسيط. طيب اليوم هواية اشخاص ممكن فعليا يسوون هذه الامور، ولكن يمر من يمه واحد يسمع كلمة معينة، كلام سلبي اثر بي، شلون اليوم احنا نصل لمرحلة انه الكلام اللي نسمعه ما نتأثر فيه؟ طيب خلي اقول لك شغله، انه بالنهايه احنا بشر عندنا مشاعر، اوكي، فمو مشكله اتس اوكي مرات اب مرات داون مرات نتاثر، يعني ما بعدنا ما واصلين لمرحله يسموها الاستناره. هاي مرحله الاستناره نادر ناس توصل لها، انه خلص بقى ماكو شيء بعد ياثر. هذا شيء سلبي لو ايجابي؟ انا مرات احس الاستناره، احس مرات موضوع يعني انا من الناس ممكن اوصل مرات لمرحله انه ما ياثر بي لا السلبي ولا الايجابي. كل زين، انت بوضع الحياد، انت انسانه متوازنه هيك، فممتاز يعني من وصلتي لهيك مرحله. بس اكو ناس لا، بعدهم بهاي الرحله ناس توصل لها، اي تقدر توصل لها، بس مثل ما قلت لك الصبر، وانه تكون واعيه انه يعني هذا الانسان تصرف بهالطريقه، خلي تتعلم هاي الشغله، انه هذا الانسان تصرف هاي الطريقه او قال هذا الكلام، شو تقول؟ اوكي هاي وجهه نظره، هاي ما تمثلني، لا ياخذ الموضوع شخصي. فهيك راح يخفف عنه. يعني هو الموضوع مش كثير سهل انه الواحد يقدر يسيطر على مشاعره، تحديدا لما تكون مش بالبداية بس. يعني بالبدايه شويه الناس تلاقي صعوبه، بس اذا فهموا وزادوا وعيهم، ودائما انا اقول خلي الانسان يزيد وعيه، يقرا كتب، يعني قبل ما تجي له الصدمه، هو لما يكون قاري كتاب او سامع المدرب فاهم ايش راح يصير، او اذا صارت عنده هاي الحاله راح يعرف شلون يتصرف على اساسها. حلو، طب يعني بدنا كمان هيك خطوات اكثر لحتى انه الشخص كل شخص عم بحضرنا وعم بسمعنا يقدر انه يغير واقعه، يتجه للاتزان النفسي اكثر. يعني زي ما حكينا مش سهل ابدا اني انا اقدر اعيش حياتي ما اتاثر باي شيء حوالي. طيب. يعني الا مثلا حتى لو شخص مهم بحياتك حكى لك كلمه، ممكن تصير تفكري فيها وتكبريها وتبالغي بالموضوع. هو ليش يفكر بيها ويكبرها؟ لانه اكو بداخله قناعات سلبيه عن نفسه، فاخذ الموضوع شخصي مثل ما قلت لك. فالمفروض الانسان دائما يعني يخلي صوره ذاتيه عن نفسه انه هو انسان جيد، انه هو انسان ناجح، انه هو كذا. حتى لو مر بظروف مثلا رجعتها لي ورا، اتس اوكي، بالنهايه اني بشر وهذا الشيء طبيعي، كنا نمر بهاي الحاله، بس اني راح امشي وراح اقدر. وهم من اللي يساعد الناس يعني بالاضافه للخطوات اللي قلت لك عليها، انه لازم يخلون اهداف لحياتهم، ما يعيشون هيك يعني عشوائي، لازم اكو اهداف ولو يبدوها بالتدرج، يعني اهداف بسيطه حسب امكانياتهم وطاقتهم، اوكي، وشويه شويه يتدرجون ويتوسعون بالوعي ويتوسعون باهدافهم. نعم اكيد هدى، طبعا يعني معلومات كلش مهمه، واتمنى فعليا من كل من سمعنا اليوم انه ياخذها بعين الاعتبار ويبدي يشتغل بيها ولو بنسبه بسيطه، يعني الموضوع بالتدريج. تدريج. شوية شوية. أهم شيء تدريج، صح، تدريج والصبر، هذا العاملين كلش أساسية. بالضبط. راح تتغير حياته وراح يتغير الواقع اللي هيشة. شكرا لك يا هدى، نورتينا، وأكيد إن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة. إن شاء الله. شكرا هدى، أهلا وسهلا فيك.